ارزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هداة الخلق وأنصار الحق، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، ولا يكون الإنسان مبارك أينما كان إلا إذا كان عالما بشرع الله جل وعلا فيما يخصه، يعلم من دين الله ما لا يسعه جهله، وهذا الواجب، ثم يتعلم في كل مناسبة ما يحتاج إليه من الأحكام. فإذا أراد إذا جاءت مناسبة الصيام يعتني بأحكام الصيام، إذا جاءت مناسبة الحج يعتني بأحكام الحج، إذا جاءت العشر الفاضلة عشر ذي الحجة يعتني بأحكامها وفضائلها وما ينبغي فيها من الأعمال، عشر الأواخر من رمضان كذلك، تاسعة وعاشورة فضل شهر الله المحرم كذلك. هذا جانب من العلم الذي لا بد منه، والثاني أنه يكون متعلما لأحكام ما يهم به، إذا هم بالزواج يتعلم أحكام الزوجية والعشرة وآداب الزواج آداب النكاح والعلاقة بين النسب والصهر، وإذا أراد أن يشتغل بالتجارة يتعلم أحكام ما سيشتغل به من التجارة، يتعلم أحكام الجيرة من أجل أن يؤدي ما للجيران عليه وأن يعاملهم بمقتضى الشرع حتى لو أساءوا إليه، يتعلم أحكام المناسبات ويتعلم أحكام المعاملات حتى يكون في كل الأمور على بينة من دينه، لأنه هو متعبد لله جل وعلا بالشرع، ولا يمكن أن يؤدي العبادة على وجه المرضي ما لم يعلم أحكامها. وما من مقام يكون الإنسان فيه إلا ولله تعالى عليه عبودية، فليتذكر ما هي عبودية الله عليه في مقامه، وليتعلم كيف يؤديها، وليؤديها بإحسان على وفق الشرع وعن إخلاص لله تعالى في القصد.